بسم الله الرحمن الرحيم. في اكتر من مجال بنتكلم على النحل، يعني انت عندك مصنع رباني سبحان الله، انت عندك آية من آيات ربنا سبحانه وتعالى بتشوفها قدام عينيك، خلية النحل وانتاجها والعسل كرمت وذكرت في القرآن وصورة كاملة باسم النحل. بتيجي تتكلم على منافع كتيرة جدا طبية ورفع لكفاءة مناعة جسم الإنسان. ابتدينا نشوف العالم كله دلوقتي لما حصلت جائحة كورونا يقولك خلي بالك من صحتك، اشرب حاجات سخنه كتير، اشرب ينسون نعناع، بقول لك ايه خد معلقتين عسل على الريق. ناس كتير جدا بتعمل كده، دي حاجه كويسه، كنت دايما بقول يا ريت نعمل كده ونعود الاطفال من العمر الصغير على التغذيه السليمه. وايضا حصل نجاح كبير في هذا المجال تصنيعي وتقني، وان انت تشوف ده بينتشر في مصر وفي الوطن العربي في دول عربيه كتيره جدا، وتشوف انواع مختلفه من العسل. يعني كنت موجود مثلا في تونس، كنت بفطر معاهم وبعد ما اكلت قالوا لي ده كان عسل، انا فاكر اني باكل مربى، قالوا لا ده عسل عندنا من انتاجنا، فحتى المذاق مختلف خالص. ابتديت اسال واعرف واستفسر، ما عرفتش ايه السبب بصراحه، بس كان حاجه فوق الوصف جميله جدا. ده كمان بيخليني اخدكم ان ده بيساعد على النمو الزراعي. يعني انت عندك ملقح طبيعي موجود، وانت عندك مشاريع قوميه واراضي صحراويه وعايز يحصل عندك تلقيح في النبات بايه؟ بالنحل. اهتمامك بالزراعة وتقنين وترشيد استخدام المبيدات يؤدي إلى نهوض في صناعة النحل وإنتاج العسل. ملف كبير جدا، والحمد لله احنا عندنا نجاحات مصرية وإقليمية هتكلم فيها النهاردة، لأن معايا ضيفين من أهم العاملين في هذا المجال. معايا الأستاذ فتحي بحيري رئيس اتحاد النحالين العرب. منور أستاذ فتحي. أهلا وسهلا. تمام الحمد لله، نورنا. ومعايا الأستاذ وليد نجارة رئيس الجامعة الوطنية لمربي النحل في تونس. برحب بحضرتك. اهلا وسهلا، شكرا على الاستضافة. مشرفنا في مصر. الله يخليك. اقامتك في مصر اساسا ولا في تونس؟ انت موجود معانا زيارة ولا مقيم في مصر؟ انا موجود زيارة. زيارة بس. انا وانا بتكلم معاك قبل الفصل لاحظت ان انت رحت اماكن كتيرة، يعني ممكن اكون لسه ما فكرتش ازورها. ايه رايك في مصر في البداية؟ انا مش لاول مرة ازور مصر، وعندي فكرة على القطاع في مصر وكمان في بلدان عربية ثانية. يعني كل مرة نعمل زيارات فيها عمل وفيها شغل ونستكشف، يعني شوف في جديد، يعني شوف الظروف اللي عايش فيها النحال وكيف يصير قطاع تربية النحل وإنتاج العسل. مشرفنا في مصر. الله يخليك، شكرا. أستاذ فتحي، ما شاء الله في خطوات حلوة حصلت في هذه المرحلة، وخاصة مهرجان العسل اللي تم إقامته مؤخرا. كلمنا عنه، لأن دي أول مرة نتقابل بعد هذا المهرجان، ومردوده وانت راضي عن الاداء اللي خرج به المهرجان او صورته قدام الدوله؟ مهرجان العسل المصري في دورته الثالثه اللي اقيم في حديقه الاورمان تحت اشراف وزاره الزراعه والصناعه والسياحه والبيئه ومجلس الوحده الاقتصاديه، حقق السنه دي ما لم يحققه في الاعوام السابقه، بمعنى ان هو بالفعل قدر يجمع النحالين المصريين هذا العام، انه قدر يدي رسائل كتيره للمستهلك عن مدى جوده العسل المصري، انه قدر يسلط الضوء على قطاع تربيه نحل العسل في مصر. وبالفعل وزاره الزراعه استجابت لينا في الملف اللي احنا قدمناه لتطوير قطاع تربيه النحل. اجتمع بينا معالي الوزير وبدانا بالفعل ان احنا ناخد خطوات لتطوير قطاع تربيه النحل في مصر. فالمهرجان السنه دي كان حافل جدا، يعني ادى رسائل كتير جدا للمجتمع المدني، للمسؤولين عن قطاع تربية النحل في مصر. فعلا بدأنا نحط مصر على الخريطة النحلية وسط العالم كله. قدرنا نحط مصر على الخريطة النحلية وسط العالم؟ صحيح. هي كانت خارج الخريطة؟ طبعا كنا خارج الخريطة من كام سنة، لأن كل دولة عندها ثروة نحلية بتعمل يوم للعسل في بلدها، وبتنشر ثقافة وبتدعي للعسل الوطني بتاعها. فاحنا للسنة الثالثة على التوالي قدرنا كمان نزود صادراتنا من العسل. احنا كنا بدأنا في 2019 كنا 2500 طن تصدير، النهاردة 3100 طن تصدير من العسل بس. 3100 طن تصدير عسل، عسل فقط. معناه ان الثقافة وتسليط الضوء على القطاع بيجيب نتيجة كويسة جدا، وده اللي احنا عايزينه فعلا للنحال المصري، انه هو يتطور مع تطور الزمن، يتطور مع تطور النحالة العالمية، انه يكون في عنده اسواق جديدة،
يفتحها مهرجان العسل المصري. احنا بننتج كم طن؟ من 15 ل 20 ألف طن سنوي. من 15 ل 20 ألف طن. ودول بيطلعوا من 2 مليون أو 2 مليون وشوية خلايا نحل موجودة جوه مصر. ما شاء الله. ليه ما بنفكرش إن المهرجان ده يبقى على مدار العام؟ يعني أنا عندي مواسم زراعية جميلة وعندي المهرجان الأساسي في حديقة الأرمان، ليه ما تمتلك من جمال ومن تاريخ ومن مكان مميز؟ ليه النهاردة أنا ما أقولش محافظة زراعية زي القليوبية تشتهر بالفراولة، واجي أقول مهرجان العسل بيحتضن الفراولة، يجي في موسم تسويق الفراولة أبقى أنا موجود بدوق الناس، بتكلم عن التوصيات لأصحاب المناحل اللي موجودين هناك، في مناحل كتير مثلا عايزين نبقى موجودين طول العام داخل المحافظات المصرية. يعني أنا دي حاجة لأول مرة بنطرحها، وجهة النظر بتاع حضرتك صحيحة 100%. وبعد النجاح الثالث اللي حققناه في حديقة الأرمان في المهرجان، ان شاء الله في فبراير القادم هيكون في اسكندرية مهرجان العسل. انا كنتش عارف. انا عارف فبراير. في فبراير يعني من 10 ل 12 فبراير في اسكندرية مهرجان العسل المصري، بعدها دمياط، بعدها صعيد مصر، يعني هنبدأ بالفعل نلف بالمهرجان مصر كلها. طيب. وده لانه بالفعل حقق نجاح والنحالة بدأت فعلا تفتح اسواق جديدة لمنتجها، ونبدا كمان نعرف المستهلك ونقدر نوصل له. عندك عسل موالح، عندك عسل برسيم، بردقوش، فانا اجي مثلا في موسم الموالح وعندي منتج جميل قوي وشاطر في تصديره، عند مصر النهارده الاولى في تصدير الموالح، اجي كده اجيب نماذج من المنتجين الجيدين بيعرضوا الموالح بتاعته وانا موجود معاه، العسل ده النحله كانت موجوده على الزهره بتاعت المنتج ده، ونبتدي نعمل رفع لعدد الزوار، لان انا هيجي لي للموالح زائرين وهيجي لي العسل زائرين، فابتدي اعمل رواج اكتر. هو والله انا سعيد جدا باللي حضرتك بتقوله، وسعيد بالحراك اللي بيتم في قطاع تربيه نحل العسل دلوقتي، انه قدر يسلط الضوء على قطاع منسي او كان مهمش، لكن بجهود حضراتكم وبجهود الاعلام المصري فعلا قطاع تربيه النحل دلوقتي بدا يتحرك للامام. كون ان احنا نحصل على تطوير لقطاع تربية النحل العسل، كون ان احنا يكون عندنا مهرجان مصري ثابت طوال العام في مصر، كون ان احنا يكون عندنا نوعيات جيدة من الاعسال تصدر لخارج مصر، ده في حد ذاته نجاح كبير جدا. احنا كده ماشيين على الطريق الصحيح، بناخد او بنحقق نجاحات خطوة بخطوة، لكن ان شاء الله نوصل للهدف. استاذ وليد، العسل اللي موجود في مصر بيختلف عنكم فيه. انا كنت عندكم في تونس في منطقة اسمها ريحانة. ريحانة هي ربنا سبحانه وتعالى المكان كله مزروع ريحان لوحده طبيعي بدون ما يتدخل فيه بشر، تدخل المكان هو اسمه ريحانة، وكلت عسل هناك انا ما دقتوش عندي هنا. ان احنا عندكم اصناف مختلفة عن اللي عندنا في مصر. الفرق ما بين اعسال تونسية والمصرية، اغلب الاعسال المنتجة في مصر هي زراعات، يعني متأتية من ازهار متاع نباتات مزروعة. نحن في بلدنا، وهي من خصائص البلدان المتوسطية، أنه في العديد من النباتات البرية يعني بتنبت وحدها، بتزهر وحدها. يعني عنا مثلا عسل الزعتر، عنا الزعتر، عنا الإكليل الجبلي، عنا السدر، عنا أم الروبيا، يعني عنا العديد من النباتات اللي هي تعتبر طبية كمان، وأذواق مختلفة. يعني اختلاف الغطاء النباتي الموجود عنا على الغطاء النباتي الموجود بمصر، هذاك علاش فما فرق ما بين تغذية النحلة نفسها. انت بتتكلم على مناطق فيها نباتات طبية وعطرية بدون تدخل للمزارع حتى، بس انتوا مهتمين بيها. يعني مش مقتنع ان انا ريحانة دي انا مش متحكم فيها، ده مساحة كبيرة جدا وريحان بس، فاكيد برضو انتوا بتحافظوا على ده، ان الطبيعة البرية دي تفضل كما هي محمية طبيعية. اكيد هو ثروة طبيعية يعني لازم نحافظ عليها، لانه نحن اليوم صعب انه تعرف اللي اليوم فما تغيرات مناخيه كبيره وفي حرائق كبيره، يعني ونحن كل صيف ولات عندنا حرائق في الغابات. نحن عندنا مساحات كبيره من الغابات وهي مورد رزق للنحالين وللفلاحين، مش بس للنحالين. يعني هذه ثروه نباتيه لازم نحافظوا عليها علشان نوفروا ما معناتها منتج كويس ومطابق المواصفات وذات جودة عالية. يعني انتم بتعتمدوا في المقام الاول على العسل المنتج من النباتات الطبية والعطرية. بالضبط، النباتات الطبية والعطرية
وكمان زاد لازم تكون ذو جوده عاليه. لانه الاستاذ فتحي تكلم على الانتاج العسل، يلزم يشتغلوا على في نفس الوقت على تطوير قطاع تربية النحل ويزيدوا في الانتاج وكذلك في المحافظه على الجوده. معناتها تنتج كميه كبيره وبعد ما تمكنش من ترويجها. هو العسل ممكن يكون فيه ممارسات خاطئه في التصنيع؟ يعني انا عندي هنا في مصر اقول ده فيه غش، انت ممكن يحصل عندك كده؟ والغش بيبقى ازاي؟ موجود الغش. موجود الغش يصير بالتغذيه. تغذيه محلول السكري للنحل علشان يزيد في الانتاج بتاع الخليه. وفي تحاليل احنا اليوم يعني في مواصفات دوليه وفي مواصفات كل بلد. نحن مثلا في تونس عندنا مواصفات تونسيه للعسل التونسي، بنعتمد المواصفات الدوليه وبنعمل مواصفات البلديه. كمان ممكن يلزم يصير في كل بلد يعني كل وحده عندها مواصفاتها الخاصه بها، وهذا اعتماد على المواصفات الدوليه علشان لما يخمم ويفكر باش يصدر يكون العسل نتاعو مطابق وما تكونش فيه صعوبه لتصدير العسل يعني وترويجه. صح. مين المسؤول عن تنظيم صناعه العسل في تونس؟ يعني ليه جهه مخصصه ولا هو تابع لوزاره الزراعه فقط برضو؟ نحن في تونس عندنا ديوان تربيه الماشيه اللي هو متخصص في تربيه الحيوانات الصغرى، لان النحل معتبر من الحيوانات الصغرى، وهو هذا الديوان موجود تابع لوزاره ديوان تربيه الماشيه تابع لوزاره الفلاحه. هو ديوان تابع لوزاره الفلاحه وزاره الزراعه، ولكن في بالتوازي في الاتحاد التونسي للفلاح والصيد البحري اللي هو منظمه عريقه وبتدافع على المربين وعلى الفلاحين. الصيد البحري، الاتحاد التونسي للفلاحه والصيد البحري. الصيد البحري يعني بتدافع على المنظورين المنخرطين في الاتحاد، هو منظمه مستقله بتتابع يعني في نفس الوقت هي منظمه نقابيه وكمان بتقوم بالتكوين وارشاد المنظورين تاعها ومن المنتمين اليها. يعني بالطريقه هذه يصير توازن بين الميدان والمربين والوزاره من ناحيه ثانيه. لازم يكون فيه يعني ينجم يكون مجمع مهني مشترك. نحن فيها قطاعات فيها مجامع مهنيه مشتركه، في اشخاص ممثلين على الوزاره واشخاص مربين وشركات. بالطريقه هذه ينجموا تكون عندهم رؤيه للمستقبل وتكون فيها مصلحه المربي ومصلحه الوزاره في نفس الوقت. يعني انا استاذ فتحي كل فتره بيجي ينورني هنا يقول لي احنا لينا مطالب واحنا عايزين احتياجات واحنا عايزين دعم. بتعملوا كده برضه؟ تشتكوا كتير؟ بنشتكوا احنا كل يوم. بنشتكوا كل يوم بنشتكوا احنا. النحالين دايما عايزين النحالين عاملين هيصه. ليه؟ نحن بندافع على مصالحنا، يعني بندافع على معنى اكل يعني عيشنا. انت محتاج ايه؟ اكل عيشك ده جميل، انما انت كاحتياجات. لانه مثلا نحن التشريع والقانون موجود عندنا في تونس ولكن للاسف تطبيقه ضعيف. يعني فيه المراقبه. نحن بنطالب الوزارة التجارة أنها تيجي تراقبنا. نحن تطلبوا؟ نحن نطلب وزارة التجارة أنها تراقبنا. وكمان نحن طلبنا وأسسنا والحمد لله المنصة الوطنية الاستشارية في قطاع تربية النحل، كانت مكونة من جميع المؤسسات الحكومية المتداخلة في القطاع، إدارة الغابات، ديوان تربية الماشية، مصالح البيطرية، يعني كل مؤسسة حكومية. وكذلك في ممثل من الجامعه الوطنيه مربي النحل بيمثل معنا. بالطريقه هذه نحن ممكن نبني استراتيجيه في المستقبل نجم تكون على المستوى القريب او المستوى البعيد ونشوفوا فيها المصالح. ويلزم تكون فيه رؤيه للمستقبل، يعني ما يجيش تشتغل معناتها على الهامش. يلزم تحدد هدف وتنظم الطريقه والقوانين كيف حتوصل للهدف هذه عشان انت بتطور القطاع وبتنهض. هذا بيرجع حتى بالفائده حتى للمربي. يعني فيه كذلك يعني اضافه معناتها في المردوديه نتاع المربي النحل، نضمن له عيش كريم. لازم عنده هامش ربح يكسب. اكيد يكسب. هو ده مستثمر. بالضبط. وعشان علشان يعيش. نحن 80% من المربين هم صغار المربين اللي عندهم 10 و20 خليه. يعني هم وبيمثلوا
نسبه كبيره 10 و20 خليه دول صغار مربين 10 و20 هم صغار مربين دول 80% 80% ودول بعد اذن يعني فضل. دول هم بيمثلوا مش في تونس بس 80% لا في كل العالم ان الهواه وصغار المربين هم اساس تربيه نحل العسل. احنا عندنا برضو صغار المربين كام خليه 10 20 خليه من 10 ل 100 خليه ب 100 خليه دول صغار مربين. زي ما الاستاذ وليد قال ان احنا دايما بنطالب للافضل. احنا اتعلمنا تربيه النحل من الاباء والاجداد، توارثنا مهنه تربيه نحل العسل، لكن عاده مع التقدم اللي احنا بنشوفه في العالم كله عايزين ان يبقى قطاع تربيه النحل في كل وطن او في مصر او في غيرها افضل بكتير جدا من اللي احنا على اسس علميه على اسس مش علميه مش اجتهاد مني مش اللي انا اتعلمته وفي حاجات بتظهر صحيح. وده احنا بننادي بيه وبنقول احنا عايزين نطور نحالين الوطن العربي ان هم يتعلموا تكنولوجيا النحاله الحديثه، مش بس انه يكون نحال، لا انا كمان عايز اعلمه واطوره بتكنولوجيا النحاله الحديثه. بس انتوا خدتوا فرصتكم، يعني معالي الوزير السيد القصير وزير الزراعه واصلاح الاراضي اهتم بهذا الملف، اجتمع بيكم وقابلكم في معرض الزهور، والدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الارشاد، فالنهارده صوتكم ومطالبكم بقت واصله وفي تفاعل من جانب وزاره الزراعه. لا احد ينكر ذلك. معالي الوزير مشكورا بالفعل مهتم جدا بهذه القضيه. دكتور علاء عزوز عمل مجهود ومشوار كبير جدا معانا وما زال، لكن احنا بدانا نطلع السلم. احنا عندنا طموحات في قطاع تربيه نحل العسل ان احنا نوصل لمرتبه عالميه، فبالتالي لما بنكون شايفين مساعده من الدوله او مساعده من المسؤولين ده بيأهلنا بالفعل ان احنا ناخد هذه الخطوه. الخطوه دي لابد ان هي تكون على اسس. احنا هنبدا مع وزاره الزراعه في تمهيد هذه الاسس. هنبدا مع وزاره الزراعه، احنا بنبتدي، انتوا ابتديتوا؟ يعني دلوقتي في اهتمام، والاستاذ فتحي بيقول لي انا عايز اشتغل على اسس علميه، مش اللي انا اتعلمته، مش الخبره اللي انا خدتها من تاريخ في هذا المجال. ابتديتوا ان انتوا تطبقوا الاسس العلميه؟ يعني احنا عندنا معهد مخصوص، قسم بحوث النحل داخل معهد وقايه النبات، صح؟ داخل معهد وقايه. فالجهه العلميه المسؤوله عنكم ابتدت تتواصل معكم؟ نحن عندنا معهد في البحوث البيطريه، وعندنا معهد في البحوث الفلاحيه، وعندنا كذلك مركز تدريب وتكوين في مجال قطاع تربيه النحل اللي هو منتمي لديوان تربيه الماشي. كلها مؤسسات تابعة الدوله، ولكن في السنوات الاخيره ما اشتغلوش كثير على قطاع تربيه النحل، اشتغلوا على جميع الحيوانات. نحن عندنا اهم قطاع في تونس ممكن عطينه قيمة أكثر من اللازم، هو قطاع الأبقار والحليب يعني. وعلشان كده نحن انتفضنا علشان يعطيونا معناتها مكانة في قطاع تربية الحيوانات الصغرى. يعني السنوات الأخيرة ما فيش بحوث كثيرة، ونحن نادينا بتكوين اللجنة اللي تكلمنا عنها. الأستاذ وليد بيقول لك إن عندنا اهتمام كبير قوي بالماشية والحيوانات الكبيرة، انما النحل اللي هي الكائن الصغير ده كانوا مطنشينها شويه، فاحنا انتفضنا بقى قلنا لهم احنا عايزين البحث العلمي يشتغل معانا ويحطوا ايدي في ايدينا. شفت ان انتوا عندكم معرض في شهر اكتوبر الماضي ده كان طبعًا. استنساخ للنموذج المصري ولا ده ليه تاريخ في تونس؟ هو المعرض اللي كان في تونس هو المعرض الفلاحه والالات الفلاحيه، ويتم فيه عرض الشركات الفلاحيه والمنتجات الفلاحيه وكذلك التكنولوجيات الجديده في قطاع الفلاح. وكان خلال الصالون هذا كان مؤتمر اتحاد النحالين العرب، يعني كانت فرصه للنحالين انهم يشاركوا في مؤتمر على مستوى دولي، وكذلك فرصه باش يصير تبادل خبرات ما بين المربين والفلاحين. يعني كانت مشاركين معنا بس نحالين تقريبا فوق 500 نحال من بلدان مختلفة ومن 20 دولة. يعني كانت مشاركة طيبة، وكان عدد زوار عدد كبير من الزوار، وكانوا أغلبيتهم جايين يذوقوا في العسل. وتم كذلك بث المؤتمر هذا على اللايف ستريمينج علشان باش الناس الكل من دول العالم تنجم تواكب معنا الحدث هذا وتعود بالمنفعه، لانه كان فيه محاضرات علميه
هذا غير اللقاءات اللي تمت بين النحالين من الدول العربية وصارت فيه تبادل الخبرات. وكذلك زيارتي هذه أنا يدل على أنه نحن جيت إن الأستاذ فتحي البحيرة عشان نتبادل الخبرات ونشوف في المستقبل رؤية الثاني، لأن أستاذ فتحي هو رئيس اتحاد النحالين العرب، بس أنا دايما بشوفه بيضم أشقائنا العرب وبيحتضنهم بيشرفونا وينورونا. فأنت الدور العربي ونجاحك فيه وصلنا لإيه؟ يعني أنا شفت تونس، المغرب، وأكيد في دول كتير أنت بتتواصل معها. والعراق كان ضيف معانا قبل كده، ده جميل جدا. صح، ده دور اتحاد النحالين العرب، ان هو وده انا عايز اقول ان هو اكبر قطاع على مستوى الوطن العربي متواصل. اتحاد النحالين العرب بيضم في طياته كل الدول العربيه في كاعضاء. بنحاول نعمل تواصل كبير جدا ما بين الدول العربيه عشان نطلع بنتيجه سوق عربيه مشتركه لمنتجات نحل العسل. عندنا اشياء كتير في مصر تونس محتاجاها، في تونس كمان في اشياء كتير مصر محتاجاها، في العراق محتاجه من مصر ومحتاجه من تونس ومحتاجه من سوريا ومحتاجه من السعوديه، السعوديه محتاجه من هنا ومن هنا ومن هنا. تكامل. فاحنا بالفعل بنضم كاعضاء، بنعمل عمليه تكامل في التجاره، في الصناعه، في تربيه النحل، في المعلوماتيه نفسها، في ان احنا ننمو بالنحالين الصغار والكبار، ان احنا نعلمهم زي ما قلت لحضرتك التكنولوجيا النحاله الحديثه عشان نرتقي بمهنه تربيه نحل العسل. اما مهنه تربيه نحل العسل هترتقي بالنسبه لنا، يعني هي هتؤثر على الاقتصادات العربيه بالكامل. هطلع فاصل وهرجع اتكلم بقى في المعاملات اللي بتتم في بدايه فصل الشتاء، محتاجين ايه في هذه المرحله نركز عليه، انتاج الطرود في مصر والتعاون ما بين مصر وتونس في تصدير الطرود ده بيحصل ولا تونس مش محتاجه مننا طرد النحل. بعد الفاصل برحب بحضراتكم مرة أخرى وبجدد الترحاب بضيفي الكريم الأستاذ فتحي بحير رئيس اتحاد النحالين العرب. منور يا أستاذ فتحي. أهلا وسهلا. وبيشرفني وجود الأستاذ وليد نجارة رئيس الجامعة الوطنية لمربي النحل بتونس، منورني ومشرفني. أهلا وسهلا بك. إنتاج الطرود في مصر، إحنا الحمد لله بنتميز بإنتاج الطرود وبنصدر. صحيح. وحضرتك قبل كده ذكرت لي إن إحنا بنصدر برقم كمان، اشرح لي الموضوع ده وهل تونس بتستفيد معانا من هذه المنظومة؟ النحالين المصريين دلوقتي بيشتغلوا على منتج من منتجات الخلية وهو طرد النحل. طرد النحل ده يعني احنا بنصدره لان دول الخليج ومعظم الدول الافريقية بتحتاج طرد النحل او كمية من النحل في وقت مبكر من العام. مش كل الدول ان هي صالحة لتربية نحل العسل في هذا التوقيت. مصر بتمتاز بالشتاء الدافئ الى حد ما، حتى لو مش في بعض الأماكن، عندنا أماكن في مصر ممكن تكون دافية في الشتاء بيلجأ ليها النحال أو مربي النحل وبيعدوا فترة الشتاء بنجاح وينشط النحل بدري ويبدأ يقسم أو يعمل طرد نحل للتصدير. بيستفيد به معظم الدول العربية ومعظم الدول الإفريقية زي السودان، زي أماكن كتير جدا حول العالم. ده بقى منتج رئيسي من منتجات خلية النحل المصرية. ده مش موجود في معظم الدول العربية. ليه؟ لأن معظم الدول العربية بتعتمد اعتماد كلي على العسل وبتطلع بالخلية طابق واثنين وثلاثة وممكن تنتج كمية أكبر من العسل. لكن احنا عندنا في مصر أعداد كبيرة جدا من الخلايا تقدر تنتج كميات كويسة من العسل، لكن عشان التسويق في عملية صعوبة فبدأ النحال يتجه لإنتاج طرد النحل للتصدير، ومع ذلك يتماشى مع السوق اللي هو اصلا طرد النحل مطلوب في دول الخليج والدول العربيه. اعتقد معظم الدول ليها شروط خاصه في استيراد الطرود، وفي بعض الدول بتحافظ على السلاله اللي موجوده المحليه عندها، لكن ده لا يؤثر ما بين العلاقه ما بين مصر واي دوله عربيه. احنا الدوله اللي مفتوح ليها التصدير بنوفلها، وعندنا فائض كبير جدا نقدر نصدره لاماكن كتير جدا من العالم. استاذ وليد، انا سالت استاذ فتحي اكتر من مره العسل مغشوش اكتشفه ازاي ومش عايز يديني السر. المعمل بس ليك طرق تانية تقدر تكتشف بيها العسل المغشوش؟ لا، انا اتاكد كلام الاستاذ فتحي، هو المعمل هو الطريقه الوحيده اللي نعرفوا بها العسل المغشوش ولا لا. يعني هو بس اضافه صغيره، هو المشكله ان المستهلك او المشاهد او اي حد عايز يعرف فرق العسل الطبيعي من المغشوش بطريقة معينة تواكب فكره.
لكن ده غلط جدا. ده بالعكس احنا يعني بنعرف الناس معلومه ان عشان ما يندحكش عليك بلاش موضوع الكبريت والجوبيا والميه والكلام ده، كل ده كلها امور غير سليمه. هو المعمل او التذوق الحسي، وطبعا التذوق الحسي مش كل الناس قادره عليه، لكن مصادر الثقه وكل الدول دلوقتي انا اعتقد ان هي بتراقب منتجاتها كويس. يعني من السهل جدا ان احنا نحصل على عسل جيد اذا كان بمصادر الثقه او النحالين او المربي النحل او الشركات الاسماء اللي بتخاف على نفسها، كل ده سهل جدا للمستهلك. لكن انا مش عايز اروح ورا المستهلك واقول له بعود كبريت تحطه ويولع وكلام من ده، كل ده كلام عاري تماما عن الصح. المعمل هو الفيصل الوحيد في الفصل ما بين العسل الطبيعي وعدم. كلت عندكم عسل مرمل، ده كان علشان في الشتاء ولا ده نوع من العسل اساسا موجود؟ كان درجه الجو البارده دي مأثره عليه ولا هو ده نوع موجود عندك؟ هو تقريبا كل العسل تتبلور في الشتاء، مش بس في الشتاء. العوامل اللي تدخل في سرعه تبلور العسل هي نسبه المية ونسبه الفركتوز والسكروز اللي هي موجوده في العسل. يعني فيه معناتها فيه تركيز، لا يعني ديفا مكونات، عفوا، فيه مكونات اللي هي عندها قيمه وهي اللي يتسرع في التبلور ولا تخليه يكون بطيء جدا وينجم يكون دور العام وما يتبلورش العسل. يعني كل عسل وعنده خصوصيات في نسبه المكونات نتاعو، وكل ما تكون نسبه الميه اقل كل ما سرعه التبلور تكون اعلى، لا تكون بطيئه كمان. هاي تمام. استاذ فؤاد من العربيه اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تحياتي للاستاذ فتحي واستاذ وليد من تونس، منورين مصر. بشكرك. اهلا وسهلا. شكرا. لكن ليا سؤال للاستاذ فتحي والمسؤولين عن النحل. في بالنسبه لدور الوزاره في مساعده الشباب في المبادره الرئاسيه شباب النحالين. ايوه. محتاجه اهتمام اكثر. الجزء الثاني ان احنا محتاجين تحسين السلاله المصريه لتواكب التغيرات المناخيه وتركيب المحصول الجديد. فده محتاج اهتمام اكثر من الوزاره ومن الاستاذ فتحي. حضرتك بتشتغل عندك منحل؟ عندي منحل. اخباره ايه بقى؟ احكي لي انت بتشتغل ازاي؟ عندك كام طرد او كام خليه؟ انتاجك قد ايه؟ الجوده بتاعته بتقيسها ازاي؟ بتعمل ايه في بدايه موسم فصل الشتاء؟ يعني عايزك تشرح لي بقى كخبير في هذا المجال. احنا في محافظه الغربيه، او بمعنى صح زي ما الاستاذ فتحي قال، ان احنا بنحاول النحالين تستخدم تقنيات حديثه في استخراج منتجات نحل العسل. احنا عندنا في مصر النهارده بقى في نحال متخصص، زي ما الاستاذ فتحي ذكر الدول العربيه بتعتمد اعتماد كبير على العسل، لكن احنا في مصر عندنا بظروف الجو والطبيعه اللي موجوده بقى عندنا نحال متخصص في تصدير الطرود للخارج. وزي ما حضرتك ذكرت ان احنا الدوله رقم واحد على مستوى العالم في تصدير الطرود النحل الحي للدول العربيه والدول الافريقيه. عندنا نحالين متخصصين في استخراج منتجات نحل العسل المختلطه زي سم النحل وحبوب اللقاح، غذاء الملكات وشمع العسل والبروبلس، وده متركزه في محافظات كتير بيعتمد الشباب فيها على نحل العسل زي مكه طنطا والمنوفيه في البتنون وقرى كتير في المنصوره وفي صعيد مصر. فالنهارده النحال بقى متخصص في استخراج اكثر من منتج من منتجات الخليه. طبعا الفتره اللي احنا موجودين فيها دلوقتي دي فتره البيات الشتوي، والنحل في الحاله دي بيتنقل مناطق الساحل الشمالي والمناطق الدافئه لانه اصبح نحل رحال او زي ما بيسموه نحل جواد. النهارده بنضغط الخليه، لكن احنا عندنا مشكله ويا ريت الاستاذ فتحي يثير الموضوع ده اكتر، وهو تقدم في التحديات اللي بتواجه نحل العسل لمعالي وزير الزراعه. النهارده ما عندناش علاج امن وفعال لعلاج امراض نحل العسل المختلفه. النهارده كل نحال بيعتمد
على نفسه او على التجارب الفرديه، واحنا من الناحيين نفسه بقدر نعمل كده. ففي الحاله دي المنتجات ديت او بمعنى اصح العلاجات قد تؤثر على المنتج من داخل الخليه، لان بعض العلاجات احيانا بتصبح علاجات غير امنه. في نفس الوقت ان احنا عندنا رش المبيدات الزراعيه في بتاثر على المنتج زي حبوب اللقاح. شكلك شاطر وعارف الموضوع ده كويس، وبرضه مش عايز تجاوبني، انت كنحال بتستخلص بطريقه متقدمه ازاي؟ ازاي بتستخدم تقنيات حديثه انت اللي بتشتغل بايدك ازاي؟ احنا زينا زي اي نحال، لكن النهارده زيك انت، انا عايز حضرتك النموذج ده من كبار النحالين. انا لحد النهارده بشتغل بطرق زي ما بنقول الطرق التقليديه، لكن بحاول ان انا اشتغل بطرق حديثة. بس الاستاذ فتحي باين عليه هو عارفك وبيقول ده من كبار النحالين يعني لا ده لا، يعني الحقيقه احنا بنحاول، احنا بالنسبه لنا بنحاول، لكن انا بتكلم ما بتكلمش عن نفسي، انا بتكلم عن الشباب. وده جميل قوي ان انت تبقى بتتكلم على صناعه، لان اي نمو هيحصل فيها اذا كان شباب او زملاء ده هيعود عليك انت بالنفع، هتبقى صناعه اقوى. بالظبط، احنا يعني كنحالين زي ما والاستاذ فتحي موجود، احنا بنحاول ان احنا نرتقي بجوده المنتج. انا بشكرك على المداخله القيمه دي، شكرا. استاذ محمد من اسماعيليه اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا استاذنا اهلا وسهلا بحضرتك حبيبتك. اتفضل. معلش، هي السؤال اللي انا عاوزه مش تبع الحلقه النهارده خالص. طيب بسرعه. انا عندي في الفراوله في اسماعيليه. الميه ميه كويسه، الميه حلوه، بس ظهرت عندي ملوحه في زعر الخط. والشجره اتفرت. تمام. انت الملوحه عندك كام جزء؟ الملوحه كام جزء في المليون؟ الملوحه كام جزء في المليون؟ والله ما جبتهاش. لازم تقيس الملوحه، لان انت بتزرع فراوله حساسه للملوحه اساسا. فانت اذا كان عندك مشكله انت لازم تحلل ميتك، تعرف انت بتسقي الفراوله دي بميه ملوحتها كام جزء في المليون. الميه كويسه خالص، الميه كويسه. طيب بما ان ده مش تخصصي، خلي بالك انا راجل مش زراعي خالص، فانا هتواصل مع المتخصصين يكلموك على تليفونك الصبح يشوفوا مشكلتك ايه، الارشاد الزراعي في اسماعيليه، وهتابع معاك حلتها ولا لا. عينيا الاثنين. يعني المداخله بتاعت الاستاذ فؤاد ذكر كام نقطه مهمه. هل احنا عندنا مشاكل فعلا في العلاج؟ احنا عندنا اكبر مشكله بتواجهنا دلوقتي في نحل العسل هو العلاج. ليه؟ لان احنا لما ما يكونش عندنا علاج امن وفعال وطبيعي ومقراه الدوله بيلجا النحال للعلاج العشوائي. فبيضطر يلجا للكيماوي. الكيماوي ده بيسيب اثر متبقي للعسل، فيجي وقت التصدير ما اقدرش اصدره ويترفض عندي في التصدير. فبالتالي احنا من احد البنود المطروحه امام اجنده السيد الوزير هو ان فتح تسجيل العلاجات الطبيعيه المصريه، لان القانون قبل كده كان لا يسمح بذلك، او كان دايما يسجل الادويه او العلاج او الوقايه للدواجن والطيور، لكن نحل العسل ما كانش فيه اي كلام ده. احنا ده بالفعل بند من البنود المطروحه قدام السيد الوزير، وده ان شاء الله نفتحه معاه. وبالفعل لازم يكون عندنا علاج امن وفعال وطبيعي، وعندنا بروتوكول علاج اسمه بروتوكول علاج. وعندنا قسم بحوث النحل قادر ان هو ينتج، او قادر على الاقل ان هو يوجهنا للمواد المستخدمه طبيعيا بما لا يؤثر على الاثر المتبقي للمبيد في العسل نفسه. صح. استاذ عاطف من الدقهليه اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معلش اسال ضيوف حضرتك، انا عندي 50 خليه. تمام. فاني طبعا لما باجي اشتغل اقل حاجه في اليوم 15 قرصات او 50 قرصه حسب الخليه اما اشتغل فيها. انا عاوز استفاد من قرص النحل دي، هل في حاجه تانية اخدها مع قرص النحل او يعني كفايه؟ يعني انت بتتعرض ل 50 قرصه كل يوم؟ لا، من 10 حسب الخليه، لو خليه جديده، لو خليه جديده ممكن تطلع لي من 10 ل 50. مش فاهم السؤال. هو بيتقرص بالنحل. ايوه. هل في حاجه اخدها تقوي معايا جهاز المناعه؟ لا، انت كفايه قوي كده القرص ده كله. انت اصلا موضوع ان النحل انت كنحال وبتتعرض للسع، تمام، ده بيقوي جهاز المناعه، ما انتش محتاج تاخد حاجه. تاني حاجه، انت بقى عندك مناعه بالفعل، لانك بقيت بتستحمل دلوقتي 50 قرص. كل نحالين مصر بيبداوا بحاجه بسيطه وبيوصل لعدد كبير يعني، لكن انت ما انتش محتاج دلوقتي اي حاجه تقوي مناعتك.
هو اصلا سم النحل مقوي مناعه طبيعي. سمعنا يا حاج؟ عارف النحل؟ طب ما فيش حاجه معايا تقوم معايا؟ مش محتاج. انت ليه محتاج يعني 50 قرصه اللي انت بتتكلم عنهم دول يعني في 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 حالات اخرى يعملوا اغماء وتسمم. ده انا قبل الفصل. نعم؟ هل هو بيضعف عضلة القلب كتر القرص؟ لا لا لا. ليه علاقة بالقلب؟ لا لا. ما بيعملش أي أثر على عضلة القلب أو أي حاجة أو بيضعف القلب مع أنت بقالك كام سنة بتتعرض للموضوع ده يا حاج؟ أنا بقالي أكثر من 30 سنة. 30 سنة بتتقرص؟ بتقرص بقالي أكثر من 30 سنة. هو جسمه خد مناعة خلاص ما عادش فيه. عندك أي مشاكل في القلب أو حاجة لا قدر الله؟ معلش أصل كلمة عشان أنا عيلتي كلها في النحل. لما يوصل عنده 70 سنة بيضعف بيبقى عنده مشاكل في القلب. لا لا ملوش علاقه لا. بالعكس لا تربيه لا النحل معلش. تربيه النحل بتساعد على تقويه الصحه والمناعه العامه. انت طول ما انت شغال في النحل بتتقرص بتاكل غذاء ملكات بتاخد حبوب لقاح بتاخد شمع كل ده بيؤدي في النهايه لصحه جيده. فهو عدى سن السبعين اكيد يعني في حاجات تانية مش شرط النحل يعني. بشكر حضرتك. اللي هو القرايب كلها نفس عضله القلب. لا, لا, لا دي لا لا محتاجه كشف طبي بقى انت تروح تكشف طبي. تمام بشكر حضرتك. استاذ زيدان من الاهليه اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا حضرتك رئيس بحوث معهد بحوث البساتين مركز البحوث الزراعيه. استاذ زيدان. ايوه الدكتور زيدان. دكتور زيدان. أيوة. بقى دكتور زيدان. أيوة انا قلت الاخت الدكتور زيدان. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بيك. ربنا يبارك في سعادتك. طبعا حضرتك المركز له معهد بحوث البساتين ومعهد بحوث المحاصيل الحقليه. ايوه. كل معهد من المعهدين دول حضرتك له محطات بحثيه في بعض المحافظات. ايوه. كل محطه بحثيه لها مزرعه بحثيه اما بساتين او محاصيل حقليه، فانا بقترح يكون هناك تعاون بين معهد بحوث البساتين والمعهد بحوث المحاصيل الحقليه ومعهد وقايه النبات القسم الخاص بالنحل، ووضع خلايا نحل او يعني الاستفاده من هذه المزارع البحثيه بوضع خلايا. هو ده ما بيتمش يعني؟ انا كنت فعلا اجريت لقاء مع رئيس قسم بحوث النحل بمعهد وقايه النبات وقال لي ان ده بيتم، يعني قال لي ان احنا عندنا خلايا في المحطات البحثيه التابعه لينا لوزاره الزراعه ومركز البحوث الزراعيه. احنا عندنا حضرتك محطه بحثيه في كفر الدرامون مركز المنصوره تبع معهد بحوث البساتين او محطه بحوث البساتين بالمنصوره 22 فدان وكلها محاصيل بستانيه منها نباتات طبيه وعطريه، لكن للاسف ما فيش فيها خلايا نحل. وانا خلاص يبقى احنا كده نوصل رسالتك لمدير معهد البساتين والدكتور علاء خليل مدير معهد المحاصيل الحقليه. نعم. ومش هيتاخروا عنك يعني، انا عارف ان هم دايما بيدوروا على كل ما يفيد. ربنا يبارك فيك. ما دام انت عندك التركيبه المحصوليه دي وبتفتخر. نعم. بيها كمان وانت بتطبق. نعم. النظم الدقيقه في الزراعه يعني مش هنلاقي بقى استخدام مبيدات مفرط ولا تجاوزات، فده هحافظ على النحل اللي موجود عندي في هذه الاماكن. صح. والمحطات دي طبعا محروسه فيها حراسه وفيها كذا يعني، هكون تحت برضو الزملاء اللي هم في معهد وقايه النبات هيتابعوها ويبقى في تعاون ويقدروا يعملوا عليها ابحاث وده ينعكس على كميه الانتاج. نوصل رسالتك النهارده ان شاء الله مش بكره حتى. عينيا الاثنين يا دكتور زيدان بشكرك. طيب استاذ سامي من كفر الشيخ اتفضل. الو. اهلا وسهلا. الو. اهلا وسهلا. ازيك يا دكتور؟ الدكتور بيسلم عليك. وطي التلفزيون لو سمحت. انت عامل ايه يا دكتور؟ معلش انا اسف. لا ما اسف ليه، اتفضل اتكلم اتفضل. طيب حضرتك دي مالوش متعلقات خالص. طب التلفزيون اهم حاجه، انا يعني سمحنا ان انت تتكلم في حاجه او جزئيه خارج نطاق الحلقه، لكن لو سمحت التلفزيون وطيه. طيب بشكرك. هو لازم انا عشان اشتغل في كنحاله قرص؟ ده طبيعي جدا يعني. هو في الاول بتبقى في عمليه فيها شيء من الصعوبه، لكن انت مع الوقت بتتعود وبتكون قرصه النحل عندك شيء طبيعي وعادي جدا. ممكن يعني تحس بقرصه الناموسه وما تحسش بقرصه النحل. لكن هو ده في الفصل بقول لحضرتك مره واحده في حياتي داخل منحل عشان حضرتك مش متعود خدت قرصه مش متعود، لكن مع الوقت بتبقى في علاقه ما بينك وما بين النحل. هو ما بيقرص كتير ولكن حتى لو قرصك فانت بتبقى سعيد طول ما انت بتشوف النحل في حياه يا دكتور. في حياه مستقره وبيزيد والتربيه والوضع عندك والمواسم كويسه. هو ما بيقرص الا في المواسم الكويسه.
انت بتشوف الحاجات دي كلها كويسة فبتنسى موضوع اللثة ده. يعني اللي بيقول لك ألفة ما بين عاوز منك عسل كان بيقول كده ليه؟ لا خالص، هو مش نحال، لكن في ألفة ما بين مربي النحل والنحل نفسه، في ألفة كبيرة جدا. انا وانا داخل الخلية كان العامل موجود قال لي لو حاطط اي نوع من العطور حاطط قرص. هو مش بس فعلا اول ما دخلت كان كلامه سليم. ده بيبقى يساعد يعني، هو فرمون بتشمه النحلة يهيج الحالة العصبية عندها، وبعد كده بتدافع عن الخلية بتاعتها لان هي بتحس بالخطر من الشيء القادم او من انما الادوات والماسك والوجه اللي بتلم الارتداء هي وقايه. وقايه هي وقايه. في ناس كتير من النحالين بت بت بتمارس عملها بدون بس ده مع السلالات الهادئه، لكن زي تونس زي الجزائر زي اماكن كتير صعب جدا ان هو يمارس. تونس انتوا عندكم موضوع القرص عادي؟ والله موجود عندنا عادي. المربي البدائي من الاول يحمي يلبس لباس وقايه يعني يحمي نفسه، وبعدين لما بالممارسة يتعود ويولي نقص من لباس الوقاية. ولكن أستاذ فتحي قال لما المربي يكون موسم كويس النحل بتقرس، وكذلك لما تكون فيه ممارسات غير طيبة. نحن عندنا الشتاء لما يكون طقس بارد فيه رياح وانت تروح كمربي وتفتح على الخلية أكيد هتشنج يعني النحلة وحتقرس يعني. هي دفاعا عن الخلايا. دفاع يعني في ممارسات طيبه في يعني. جاي في بالي سؤال بس هساله حضراتكم بعد استاذ فؤاد. استاذ فؤاد اتفضل. استاذ فؤاد طيب ناخد استاذ عبد الحميد الاول اتفضل. استاذ سامح السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا. عبد الحميد ابو زي من الاجوبيه يا فندم. اهلا وسهلا بحضرتك. مهندس زراعي في الاجوبيه. اهلا وسهلا. احنا عندنا مشكله كبيره يا استاذ سامح في موضوع نقل النحل في الكاريتات. بيحاسبونا على ان احنا بنحمل خشب مصنع. وبيدونا بيحملونا كاريتات عاليه جدا. بيتعامل معاه على ان انت ماشي بخشب مش بخليه خشب مصنع. مش طرد. يقول لك لا انت بتحمل ما فيش حاجه عندنا شريحه اسمها نحل. يقول لك خشب مصنع. وبيحاسبونا بشريحه عاليه جدا في الكاريتات. يعني انت عشان تنقله من مكان لمكان بتدفع عليه رسوم. انا يعني مثلا انا من القلوبيه بنقل مثلا الجيزه. يجي في الكارتة يقول لك على العربية 130 جنيه 140 جنيه. ده كام طرد بقى اللي فيها؟ مثلا 200 طرد 150 طرد. طب يعني هو بياخد جنيه على الطرد. يا فندم ما هو برضه بيحاسبون. ده انا في يوم محمل عربية 20 طرد خشب فاضي واخد مني 70 جنيه. يعني هي برضه بتتراوح ما بين 2 جنيه ماشي. هنوصل يعني برضه رسالتك. انا بحسبها معاك يعني بتكلم مع حضرتك عشان ابقى فاهم. احنا بيعاملونا معاملة قاسية جدا في الكارتات. وبعدين انت مش كل كارته واحده، ده كل كارته بيحاسبوك. لا يعني انت في اي كارته وانا مسافر. عندي سؤال. وانا في اي كارته مسافر على فكره ما دام دفعت بيبقى لغايه اخر الخط انا معايا التذكره بتاعتي. اللي بيحاسبني باول كارته. لا 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 انا طيب عندي سؤال. استاذ فتحي هيتكلم معاك. ممكن بس استاذ فتحي يتكلم مع حضرتك. حضرتك مرخص النحل بتاعك ولا لا؟ لا مش مرخص. طيب لو رخصنا النحل بتاعنا وهو دلوقتي ابرزنا صوره الرخصه للكارته تمام مش هيحاسبك ابدا ان ده خشب مصنع. ليه؟ لان انت راجل نحال ومعاك رخصه او مزاوله مهنه فبالتالي هيكون مسموح ليك. مش هيعفيك من الكارته لكن على الاقل انت بتثبت ان انت مربي نحل وليس راجل بتصنع خشب. بشكر حضرتك. استاذ ربيع من البحيره اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سامح بيه الله يبارك لك. اهلا وسهلا بحضرتك اتفضل. الله يخليك. ممكن اعمل مداخله مع هو حضرتك معانا على الهواء اتفضل اعمل مداخله واسال واتكلم واحنا نبقى فرحانين اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ربيع خلاف يا فندم البحيره. اهلا وسهلا. مرحبا. مشروع التنميه الريفيه بالبحيره. اهلا وسهلا. مسؤولي النحل في البحيره يا فندم. اهلا وسهلا اتفضل. انا حبيت اعلق بس على حضرتك بالنسبه لموضوع الكارثه. موضوع الكارته دي بتتاخد سواء محمل نحل او مش محمل نحل، مع الترخيص او مش مع الترخيص. ايوه ما بيحاسبوش ما بيحاسبوش هو بيحاسبوا على الحموله سواء كانت نحل او غيره. انا عايز اقول على حاجه، ما هو ده دي ملهاش علاقه بينا خالص على فكره او بملفنا. دي شغل ده شغل طرق شغل. انت عندك دلوقتي الطرق هسالك سؤال يعني زي ما انت بتسالني خليني اتكلم معاك. انت الطرق دلوقتي اختلفت عن السنه اللي فاتت واللي قبلها ولا لا؟
تمام، تحسن في الطرق كبير. مش ده بفلوس؟ واحنا يعني ده بيبقى رسوم عبور موجوده في اي حته في الدنيا. انا بقى عايزك تكلمنا على النحل بتاعك واخباره ايه والشغل ايه اللي بيتم. والله النحل في البحيره حلو تمام، بس احنا يعني هي فتره المرحله اللي جايه دي بتاعت شهر يناير هي دي اللي فيها الايه الصعوبه شويه. ليه بقى؟ ما انت عارف حضرتك الرطوبه ودرجه الحراره لما بتنزل، فبس دي بتخف عدد النحل شويه. هو ده دور النحال بقى هنا. طب هو استاذ فتحي هكلمك عن دور النحال، بس انا عايز اسالك سؤال. اتفضل يا فندم. كل ما بشتري عسل بيضحك عليا، اعرف العسل كويس منين؟ هاخده من نحال، من نحال محترم، من نحال يعني هو الموضوع متروك للثقه وللضمير وللامانه. والامانه بس في الاول وفي الاخر. بشكر حضرتك. المعاملات انا كنت هسال حضرتك عليها، المعاملات في فصل الشتاء. بس قبل ما تجاوبني على المعاملات، جه في بالي انت بنتكلم عن بتدافع عن الخليه بتقرص، سلوك النحله هل هو من الكائنات اللي انا اقدر اعرفها فعلا؟ طبعا نحل طبعا طبعا يعني في اوقات معينه ممنوع على النحال ان هو ينزل النحل بتاعه في الايام مثلا اللي هي شديده الرياح والامطار والكلام ده، هيكون النحل في حاله عصبيه كبيره جدا. فمربي النحل ما بيلجاش لفتح الخلايا بتاعه. نرجع للدور اللي بيقوم بيه مربي النحل في هذه الفترة عشان يتلافى خسائر الشتاء. احنا معظم النحالين المصريين دلوقتي شتوا النحل بتاعهم وعالجوا للفاروة. وصيتنا لكل نحال دلوقتي ان هو يعالج بالمواد الطبيعية، بلاش ان احنا نتبع اساليب الكيماوي اللي احنا بنحطه للخلية. الكيماوي هو اكبر ضرر على نحل العسل لانه بيفقدوا المناعة بتاعته، فبالتالي من السهل جدا مع اول موجه شتويه قاسيه بيروح النحل، وده احنا بنسمعه دلوقتي. فبالتالي نلجا للمواد الطبيعيه في العلاج. عندنا قسم بحوث النحل بيشير بـ 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 بالزيوت الطبيعيه، بالفورميك اسيد، بحاجات كتير جدا يقدر النحال يستخدمها في علاج الفاروه ويقدر يعدي الشتاء بيها بنجاح. عمليات التشتيه، التدفئه التامه لنحل العسل، التغذية البروتينية والكربوهيدراتية لنحل العسل في الفترة دي، نقدر نتجاوز الفترة الصعبة في الشتوية ونقدر نطلع في شهر واحد بنحل قوي ونحل كويس جدا، لأن احنا عندنا مناطق من مصر دلوقتي مزروع فيها الفول البلدي وهيبدأ فيها يظهر الكافور وهيبدأ النحل يشتغل شغل كويس جدا. فبالتالي المعاملات اللي بتتم دلوقتي على النحال ان هو يراعيها ويطبقها بالاسلوب الامثل ليها. كل واحد شايف في نحله شيء صح يعمله، مش كل واحد بيطبق عمليات نحليه في مكانه او في منحله تنطبق على النحال الاخر. بالعكس، كل نحال هو اضرب نحله واضرب مكانه. ممكن نكون منحلين جنب بعض، منحل عليه سياج او عليه سور من بره، فبالتالي بيحس بالتدفئه بالنهار اكتر، فبالتالي هيكون النحل متحسن معاه. النحال الاخر ممكن ما يكونش عنده سياج حوالين المنحل بتاعه ونحله بيتعرض لتيارات هوائيه، تيارات الهوائيه دي هي بتدمر كتير جدا من النحل في هذه الفتره. صح. فبالتالي لابد ان يكون النحال عنده فكر واعي ان هو ازاي يعبر الشتاء او على الاقل ينفذ عمليات التشتيه بنجاح وفقا لقوه نحله ووفقا للمنطقه ووفقا للممارسات اللي عنده. صح. استاذ يحيى من الشرقيه اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. والله عايز اقول للباشمهندس افضل حاجه للوقت احنا تهنا في علاج الفارو. 100 نوع و500 نوع ومش لاقين له فايده. تمام صح، عنده حق. حاجه محدده من الاساتذه اللي عندك دولي يقولوا عليها نمشي عليها. الاستاذ فتحي قبل كده قال لي تركيبه كده قعدت اكتبها وراها، صدقني هو انا نسيتها، فهخليه يقولها تاني دلوقتي وحضرتك هي تابعني. الزيوت ديت، ما هو انا سامع، انا معاك. طيب قول لي الزيوت ديت ايه؟ ماشي. يعني سامع موضوع الزيوت ديت. لا في حاجه اسمها مترك، دواء اسمه مترك. لا احنا لا نلجا للكيماويات نهائيا وده الافضل. يا حاج نعم، لو سمحت حضرتك او حد من ولادك او من البيت بورقه وقلم واقعد اكتب للاستاذ فتحي هيقوله دلوقتي. تمام؟ تمام، هنقول لك على الطريقه الصح اللي انت تعالج بيها. بشكر حضرتك. كنت حضرتك قبل كده قلت لي تركيبه
هنأجلها كده لما يجهز الورق والقلم. وبرضو انا بحب تونس وانت بشرفنا ومنورنا. الله يخليك. لو جيت اتكلم على تونس وانتاجها من العسل، وهل في تصدير عندكم ولا لسه؟ يعني المنتج الجميل اللي انا شفته ده، التعبئه والتغليف، كلمني اكتر عن هذه الصناعه. نحب قبل كل شيء نجاوب على سؤال تكلم سالوا طرحوا مربي نحل مصري، هو على التغيرات المناخيه وعلى سلالات النحل البلديه. نحن من مخرجات المؤتمر بتاع اتحاد نحل العرب، سيتم ان شاء الله في المستقبل القريب تركيز مركز عربي للبحوث والتكوين والتدريب في مجال قطاع تربيه النحل على مستوى دولي. وكذلك امضينا اتفاقيه تعاون مع شركه من بريطانيا علشان ان نحن بصدد تكوين مشروع حول تاصيل المناحة البلديه في البلدان العربيه والسلكشن تاع الملكات نتاعها. يعني فيه معناتها برنامج كويس، هذا بشرى ان شاء الله للنحالين، وهذا كل باستعمال التكنولوجيات الحديثه، يعني مستشعرات وكل شيء. نرجع لك تو، نحن اليوم في تونس تكلفه العسل باهظه شويه. صح. يعني نشتغل على الجوده وعلى ولا التغليف علشان نتمكن من مزاحمه العسل الثانيه. وكذلك نتركز على انواع العسل، انواع عسل الاعشاب البريه مش العسل النباتات المزروعه. يعني ونحن محتكين تعرف باوروبا، ونعمل زيارات المعارض ونشوف حتى اخر المنتجات في الاستيكرات وفي في العبوات وكل شيء، علشان نكون كل يوم معناتها اب تو داي مواكبين لكل التطورات في مجال التغليف والتعليب. ودائما نشتغل على الجوده، ونحن ما نتمكنوش باش نزاحموا مصر في انتاج العسل، ولكن نزاحموها في الجوده وفي المظهر وفي العبوات وفي المظهر نتاع العبوات. احنا عاوزكم كدول عربيه كلنا نزاحم وننجح، والتكامل العربي ده مهم جدا جدا. الحراك احنا ايد واحده، هذا اللي يطور القطاع. عندنا بشوف استاذ فتحي بيزور الدول العربيه، وفود بتيجي وفود بتروح تسافر، فده شيء جميل جدا احنا محتاجينه من زمان، ان احنا يحصل تكامل في هذه الصناعات. احنا دول زراعيه، يعني اقوى قطاع في تونس هو قطاع الزراعه والصيد، واحنا الحمد لله قطاع الزراعه المصري قوي. فلما يحصل تعاون في هذه المجالات ده نمو للوطن العربي كله. تاكيد على كلامك استاذ، لما جات انتشرت جائحه الكورونا، البلدان اللي قامت هي اللي عندها الاكتفاء الذاتي والامن الغذائي نتاعها. يعني واقل ناس اللي تمست في القطاع هي في القطاع الفلاحي صغار المربين. يعني هذا يؤكد انه اليوم يلزم نعطيه قيمه كبيره لصغار المربين والقطاع الزراعي. لانه هو حصل، انا لما فتحت التليفونات فوجئت بكم، انا عايز اقول لحضرتك دلوقتي انا معايا ناس منتظره بس مش عايز اقاطعكم، فوجئت بكم كبير جدا من الاتصالات. معنى كده ان احنا عندنا نحالين كتير جدا ومستنيين الفرصه. طب الحاج سعد من هنا، اتفضل يا حاج سعد. احنا ما جبناش على الاسئله اللي فاتت. ازيك يا باشمهندس؟ يا اهلا وسهلا يا حاج سعد. لو كان عايز اعمل نحل بس ما معيش الامكانيه الكامله ان انا اعمل. انت عندك المكان؟ عندي المكان ومعايا ارض، يعني معايا بتاع فدانين بزرع فيهم. طيب هشوف لك التكلفه كده والراس مال اللي احنا محتاجينه قد ايه ونتناقش. حاضر. اول سؤال، انا كنت مأخر شويه لغايه. طيب جمال من البحيره الاول، اتفضل يا استاذ جمال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك؟ ايوه يا فندم. اتفضل حضرتك على الهواء، اتفضل. الله يخليك يا فندم، الله يكرمك. اتفضل. انا عايز نعمل مشروع النحل ده يا فندم. نفس السؤال اللي قبلك، وانا دلوقتي عايز انا كمان ممكن اخش في الموضوع ده. هنسأل بالتفصيل كده، واقعد تابعنا في الجزء اللي فاضل. حاضر. هنهدي التليفونات شويه علشان استفيد. اول جزئيه، مرض الفارو اسمه؟ فارو النحل. اسمه ايه؟ فارو النحل. فارون. حضرتك ليك تركيبه كده طبيعيه. مش انا اللي ليا التركيبه، ولكن هي التركيبه واخدينها عن الساده العلماء بتوعنا في قسم بحوث النحل. الاول هم قالوا ان احنا بنعالج بالمفرك او الميتاك والكلام ده. الكلام ده مش صحيح
اطلاقا، رغم ان معظم النحالين بتستخدمه بالفعل، ولكن هو بيسيب اثر متبقي من المضادات الحيويه او من المبيد نفسه في العسل، وده لما نيجي نصدر العسل بعد كده بيعمل بيكون عائق في تصدير العسل، وبالتالي مفيش تقدم في الموضوع. طيب نحل الموضوع ده ازاي؟ عندنا قسم بحوث النحل سابقا كان اوصى بالحمض الفورميك اسيد وحمض الاوكزاليك، او ان احنا نشتغل بالزيوت العطريه زي الصيمول، زي زيت النعناع، زي زيت الزعتر، زي زيت حشيشة الليمون. بنخلط ثلاث زيوت مع بعض مع جزء بسيط من الفازلين. ويعني انا عايز اقول للنحال ان الفاروه النهارده بقت ابسط شيء بالنسبه للعلاج. يعني المعضله عندنا ما عادتش في الفاروه. الفاروه ارتفاع درجه الحراره بتموتها. فالنهارده لما يبقى في عندنا علاج فعال او علاج جماعي لنحل العسل بالمواد الطبيعيه، فاحنا بنخدم القطاع وبنخدم نفسنا، وفي النهايه هنطلع منتج ذات جوده. هنخلط الزيوت الطبيعيه مع الفازلين، وبنجيب حاجه من النايلون او ورق مقوى، وبندهنها وبنحطها تحت البراويز مباشره. هو ده أأمن طريقة للعلاج بالنسبة للفاروة، حتى لو كررناها 3 أو 4 مرات عشان ننتهي ويكون نسبة الإصابة أقل من 4%، تمام، بتحتاج مرة أو 2 أو 3. هو المواد الطبيعية هي الملاذ الأخير للنحالين، وهي الملاذ الأخير لأن احنا نطلع عسل ذات جودة. في كتير جدا من الأمور الكيماوية سهلة جدا إن هي تجيب نتيجة سريعة جدا، لكن في النهاية منتج بتسيب أثر للعسل نفسه. واحنا في الفترات اللي جايه مع حرصنا الشديد على تطوير قطاع تربيه النحل، كمان حرصنا على تصدير المنتج اللي هو ذات جوده عاليه، ان احنا يكون لنا سمعه طيبه خارج البلاد، فاحنا لازم نوصي النحالين باستخدام المواد الطبيعيه. انا عارف ان النحالين كلها هتقول لي ما بتجيبش نتيجه، لكنها مع الاستخدام اكتر من مره بتجيب نتيجه. خلينا نكون حريصين اكتر من كده، ما نستخدمش المواد الكيماويه لمره واحده. وكمان في مشكلة أكبر مع النحالين أو المربيين، إن هو بيستخدم المضادات الحيوية والكيماويات عمال على بطال. ده بيضعف مناعة النحلة أكتر، وبالتالي بيتأثر بأي شيء يقابله مع التغير المناخي. فهي المواد الطبيعية اللي احنا قلنا عليها هي الأكفأ وهي الأقدر وهي الموصى به. ممتاز. برضو علشان يعني تأكيدا لكلام الأستاذ فتحي، احنا دلوقتي شايفين إن الدولة بتهتم بجميع الصناعات الغذائية والمحاصيل الزراعية وجودتها، وان هي تكون خالية من متبقيات المبيدات، فما بالك من متبقيات المضادات الحيوية اللي هي مشكلة كبيرة جدا. وجهاز سلامة الغذاء النهاردة برضو بيقوم بدور كبير جدا بمتابعة التصنيع. يعني ليه دايما انا سألت اكتر من مرة في هذه الحلقة العسل المخشوش، طب اعرفه ازاي؟ طب انا بتضحك عليا، طب قول لي طريقة، طب انت في تونس بتعرفه ازاي؟ لان انا في النهاية عاوز اوصل لنقطة معينة، ان انا لازم اشتري المنتج المرخص حتى هو لو سعره مرتفع شوية، لكن أنا بشتريه عسل وبشتريه خالي من متبقيات مبيدات ومتبقيات مضادات حيوية، فبالتالي أنا خدت كده المنتج اللي أنا محتاجه عشان أرفع من كفاءة المناعة أو التغذية أو أو أو. فالمنتج المرخص اللي ليه اسم تجاري، أنا بقول عموما مش بدعو لشركة معينة، ده بيبقى متابع مراقب، بتخذ منه تحاليل، ليه ترخيص من وزارة الزراعة إن ده آمن، صح؟ 100%. عندنا نحن قانون بيثبت الشيء هذا، عندنا نحن شهادة في صلاحية منتج حيواني من أصل حيواني. يعني فيه قانون بيعطيك رخصة علشان تبيع المنتج متاعك، واللي يكون مطابق المواصفات. يعني يجيو ياخذوا عينات الإدارة الجوية للزراعة، تجي تاخذ من عندك، يبعثوا لك طبيب بيطري وياخذوا عينات، يعملوا تحاليل بكتيريولوجيه وتحاليل فيزيكوشيميك، معناتها فيزيوشيميائيه، وبعدين لما تخرج النتائج تحاليل وتكون مطابقه للمواصفات تعطيك شهاده، وبالشهاده هذيك ممكن تبيع المنتج نتاعك، يعني تحت المراقبه. يعني نفس الشيء ما تنجم يكون هذا نفس هيئه سلامه الغذاء المصري. لا يجرم القانون، لا يجرم بيع العسل السايب. يعني انت لو بتشتري من منحل وبيبيع لك، فانت بتشتري بضمانه ايه؟ ثقتك في الراجل ده. صحيح. هو ما بيعملش حاجه غلط، هو بينتج عنده منحل وبيسوق العسل بتاعه. لكن لو انت عايز بقى الصك او الوثيقه اللي تقول لك الراجل ده انا حللت العسل بتاعه وشفت جودته وان ده منتج امن، دي بترجع للمنتج المسجل او المرخص اللي ليه اسم تجاري.
استاذ نعيم من الدقهليه اتفضل. من المنوفيه استاذ نعيم. ايوه يا فندم. اهلا وسهلا بحضرتك. السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. ده مس وحي ضيوف حضرتك لو سمحت. وهم بيسلموا عليك. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. الله يخليك، احنا بشكر حضراتكم على اهتمامكم الكبير بمشروع النحل الفتره الحاليه ومن حاليا فخر يعني. الحمد لله العفو. ولكن بعد اذن حضرتك بس احنا يعني نيجي بقى للقرص بعد ما قلت الشكر هنخش على الطرد. حضرتك احنا ظلمنا كتير في الطرد المرزوم السنه دي. الطرد الايه؟ المرزوم. المرزوم طرد المرزوم اللي هو بالتصدير ظلمنا في السعر بتاعه كتير يا دكتور. كان غالي جبتوه بكام؟ لا لا هو بيبيعه. نعم. انت بتبيعه ولا بتشتريه؟ بيبيعه. لا بنبيعه. بكام بقى؟ والله انا السنه دي لما فيش اسعار على التليفون يعني بيوصل 90 جنيه و100 جنيه الطرد. طبعا ده سعر زهيد جدا. ده زهيد. سعر زهيد حضرتك 100 جنيه للطرد النحل كيلو وربع نحل يعني ده النحل ده دواء حضرتك يعني. تمام. طب بس انا عندي ليا عندي سؤال لحضرتك، انت ليه بتخلي ايدك تحت السعر البسيط ده؟ ما هو احنا لو احنا بننتج منتجات اخرى من الخليه وحسينا ان في منتج من المنتجات سعره قليل اتجه للاخر. لا حضرتك احنا اللي بيتحكم فينا بعد اذنك. بعد اذن حضرتك. ايوه كمل. اللي بيتحكم فيه المصدر حضرتك. لا 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 المصدر ما بيتحكمش في حد، السوق عرض وطلب ده رقم واحد. رقم اتنين انا بقول لحضرتك احنا كنحالين لما نلاقي منتج من المنتجات سعره قليل نتجه لمنتج اخر. احنا عندنا طرود النحل، عندنا العسل، عندنا حبوب اللقاح، عندنا انتاج وافر من حاجات تانية، وانت حضرتك نحال وقادر تنفذها. ما تبيعش طرد النحل، امسك على المصدر وما تديلوش حاجه وابدا انتج منتجات تانية. ليه 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 بتحط معلش يعني منتجك كله في سله واحده؟ انا مش عايز النحال يستسهل منتج واحد. بالعكس انا كرئيس اتحاد او نحالين عرب بقول لك انا مش عايز اصدر طرد نحل، انا عايز استفيد من القيمه المضافه لطرد النحل انه ما يتصدرش. عايز يبقى عندنا عسل سعره اغلى من انت بتبيعه النهارده، وده اللي احنا بنطالب بيه. فبالتالي لما حضرتك تلاقي منتج من المنتجات سعره قليل اتجه للمنتج الاخر. عندنا حبوب اللقاح كان سعرها كويس جدا السنه دي، ليه حضرتك ما انتجتش؟ مع حضرتك حضرتك بعد اذنك ده برضه ده نوع من انواع الاتجاه ان احنا لازم نبيع طرد كل سنه حضرتك. لا لازم مش كل سنه حضرتك لازم اسوق طرد برضه مع الحاجات دي حضرتك لازم يعني. طيب طالما انا عندي اكتر من منتج وقادر ان انا اسيطر على موضوع السعر والكلام ده، لو انا كل اللي انا عايز اوصله لحضرتك ان انا ما اعتمدش على منتج واحد في الخليه، اعتمد على اكتر من منتج عشان لما المنتج ده ما يدينيش هامش ربح يبقى عندي منتج اخر اعتمد عليه. لان احنا معظمنا كنحالين بدا يعتمد على بيع الطرد فقط وده مش صح. بشكر حضرتك. استاذ انس من البحيره اتفضل. ايوه يا فندم السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. برحب بحضرتك يا فندم وضيوف الكرام. بشكرك يا استاذ انس. اهلا وسهلا. الله يبارك لك يا فندم. يا فندم انا شغال في النحل بقالي فتره من 10 15 سنه. ايوه. ماشي. بس خبرتي مش كافيه لتربيه النحل، فكنت عايز احضر فتره تدريب، دوره تدريب او دورتين بحيث ان نقدر بعد كده نربي النحل ونعتمد مع نفسي. مع ان الناس بيشكروا في المنتج بتاعك. ايه؟ الناس بتشكر في المنتج بتاعك، بيقولوا العسل في البحيره احسن عسل. حصل يا فندم، انا بشتغل مع نحالين بس الشغل معاهم مش كتير، بنروح معاهم موسم الحصاد او مثلا في ايام النجل المنحل ايام الموارد. بس ما بيقولكش على السر بقى. لا لا هو ما كلفش خاطره ان هو ياخد موسم كامل مع نحال، لكن هو بيطلع مواسم الحصاد زي المرزوم، زي فرز العسل، زي تقسيم الطرود. لكن لو انت اشتغلت مع نحال ثلاث اربع شهور الصيف هتتعلم، وانت دلوقتي عندك خبره من اللي انت بتمارسه من 10 سنين. فمع اي نحال تتعلم او تتجه لقسم بحوث النحل تاخد دوره في المتقدمين، او تيجي عندنا في اتحاد النحالين العرب او جامعه القاهره، عندك ثلاث جهات تقدر تتواصل معاهم وتاخد دوره متقدمه فيه. وانا رقمك في الكنترول وهتواصل مع معهد مع قسم النحل نخليهم يقولوا لنا على اقرب دوره امتى. انت اتعلمت ايه بقى في الفتره اللي اشتغلتها 10 15 سنه دي؟
أنا تعلمت خبرة كتير ماشي، بس النحال اللي بنشتغل معاه يعني في فترة الحصاد أو فترة الشغل بس بيحتاجنا، بعد كده نقول له عايز نتعلم ونثبت معاك حتى حتة الأجر أنا مش عايزه ماشي، بس عايز نكتسب خبرة. هو محتاجك في فترة معينة وبعد كده بيقول لك شكرا، هو المشكلة مش عندك أنت. الله يبارك لك، بعد كده أقول شكرا. يعني أنت لو اتدربت وخدت المعلومة كاملة ممكن تبقى صاحب منحل. الله يبارك لك، انا عندي ارضي وناخد نحل نحطه في الفتره. مش هنسيبك ان شاء الله، استاذ فتحي هيتابعك لغايه لما انا بنفسي كده اشوف الشهاده اللي انت خدتها نتصور معاك بيها. خلاص بشكر حضرتك. في سؤال اللي هو تكلفه انشاء منحل. ده قبل تكلفه انشاء المنحل لابد من التدريب والتعليم زي ما الاخ اللي قال قبل كده. قبل ما اقول انا هصرف قد ايه على التكلفه لازم ولا بد من ان انا اتدرب واتعلم. التدريب والتعليم دلوقتي مش زي ما اخونا قال قبل كده اتعلمت عند نحال، لكن انا عايز ادرب المقبل على تربيه نحل تكنولوجيا النحاله الحديثه اللي احنا دلوقتي متمسكين بيها، ان انا ازاي دلوقتي ما احطش المتدرب ده او القادم على هذا المشروع تحت بند واحد ان هو يكون عسان، ان هو يكون بينتج طرد نحل بس. لا، انا هعلمه ازاي ينتج الخمس منتجات او الست منتجات بتوع نحل العسل، ان هو ازاي يكسب من الموضوع، ان هو ازاي يحافظ على نحل العسل، ازاي يعالج بعلاج طبيعي ويقدم جودة عالية. تكلفة الموضوع نقدر نبدأ بخمس تلاف جنيه على حسب المتاح. الخلية لا تتعدى النهاردة 200-250 جنيه كصندوق. طرد النحل لا يتعدى 450 جنيه كطرد. تمام، دي تكلفة الانتاج بالنسبة للخلية. مردودها في العام الاول بعد شهرين اتنين، لو احنا بدأنا في شهر 3 ودخلنا موسم الموالح في شهر 4، في شهر 6 ممكن تغطي التكلفة بالكامل موسمين ورا بعض. واحنا كنحالين وكمربين عارفين ان طرد النحل لما بنشتغل بيه اول موسم او اول سنة بيقدر يغطي انتاجه فعلا، لانه بيكون قوي، بيكون اهتمام كويس. بتقابلنا العقبات بعد اول سنة، فبالتالي لو عندنا متدرب كويس او مربي نحل فاهم هو عايز ايه هيقدر يعبر الامور اللي بعد كده. استاذ وليد عزم حضرتك كلمه اخيره عن هذه الصناعه ورايك فيها. يعني نحن اليوم متاكدين انه القطاع هذا قطاع تربيه النحل ينجم يكون مورد رزق لصغار المربين ووسيله باش يوفروا بها معناتها كرامه العيش، ولكن يلزم جميع المؤسسات الحكومية تابعة الدولة لازم توفر الظروف الملائمة باش ينجم المربي هذا يكون تكون فما إحاطة به وتأطيره باش ينجم يحقق المشروع هذايا، وبطريقة هذه نوصلوا للأمن الغذائي. ونحن اليوم تأكدنا بالأمن الغذائي نصبحوا قوة اقتصادية. استاذ فتحي، هل احنا مستعدين للتغيرات المناخيه؟ النهارده هيبقى في تحرك في تركيبه المحاصيل الزراعيه، في اماكن جديده هيتم زراعتها، مستعدين لده ونتعاون في دراسه؟ احنا بنحاول دلوقتي نوصل للنحال ان الاشياء اللي بتحصل لك من الانتكاسات هي سببها التغير المناخي، ولازم نتدرب او لازم نوصل للنحال ان هو يقدر يتعامل مع النحل في ظل ظروف او التغير المناخي اللي موجود دلوقتي. تمام. لان ده بيأثر مش بس على تربية النحل واكساره، لكن كمان بيأثر على الانتاج، بيأثر على المحاصيل، بيأثر على عمر الزهرة نفسها، وده شيء اساسي بالنسبة للنحال، ان كل ما عمر الزهرة كان طويل كان الموسم اكتر افادة. النهاردة مع التغير المناخي ما بيحصلش الكلام ده، فلابد ان النحال يكون مواكب التطورات دي كلها. بشكر حضرتك، نورتني. استاذ فتحي بحيري رئيس اتحاد النحالين العرب، نورتني يا فندم. تحت امرك. وبيشرفني وجودك يعني ضيف عزيز في مصر، الاستاذ وليد نجاره رئيس الجامعه الوطنيه لمربي النحل في تونس. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. تصبحوا على خير.